بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السادس في ابتدائية تبوك النموذجية الأهلية. أحييكم وأرحب بكم مع لقاء جديد ضمن دروس مادة لغتي الفصل الدراسي الثاني، الكتاب حق الفصل الدراسي الثاني، حيث نبدأ بمشيئة الله تعالى دراسة الوحدة الثالثة الوعي الصحي. انتهينا في الفصل الدراسي الأول من دراسة وحدة الوعي القرائي، بينا فيها معنى كلمة وعي، أن يكون لديك معرفة، يكون لديك إلمام كامل بجانب معين. كان الوعي الماضي هو الوعي القرائي، والآن ننتقل لتكوين وغرس الوعي الصحي لدى أبنائنا الطلاب، وهذه الوحدة الحقيقة هامة جدا 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 نظرا لما نمر به ويمر به العالم أجمع من ضرورة أن يكون لدى الجميع وعيا صحيا فيما يتعلق بالتعامل مع الأوبئة أو مع الأمراض. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والأمراض جميعا. نبدأ في دراسة وحدة الوعي الصحي، الوحدة الثالثة، حيث بمشيئة الله تعالى نتعرف في هذه الوحدة على مجموعة من العادات الصحية السليمة التي يجب علينا أن نعرفها، وسوف نستمع إلى نص استماع منجم الكالسيوم الحليب وما يحتويه من مواد غذائية، وبالتالي سوف ندرس نص فهم قرائي عن المعلبات الغذائية والأطعمة التي نشتريها وكيف نراعي أن تكون صحية وما يجب أن نتجنبه عند شرائها، وبقية مكونات دروس مادة لغتي التي سوف ندرسها بإذن الله تعالى بالتفصيل واحدة تلو الأخرى. نبدأ أولا بمدخل الوحدة. أولا أجيب عن الأسئلة الآتية: أستعين بمعجمي اللغوي لأبحث عن معنى كلمة وعي. سبق طبعا أن وضحناها في الوحدة السابقة، وقلنا وعي أي فهم، سلامة الإدراك، معرفة كبيرة ومعلومات كثيرة وغزيرة عن جانب معين من الجوانب المعرفية. الوحدة الماضية كانت عن الوعي القرائي، كيف أني لازم نعرف أهمية القراءة وفائدة القراءة. في هذه الوحدة نتعرف على الوعي الصحي وما الدور الذي يجب أن يكون علينا لكي يكون لدينا وعي صحي. دائما ما نسمع كلمة الوقاية خير من العلاج، ما معنى كلمة الوقاية خير من العلاج؟ أي أن الإنسان إذا استطاع أن يقي نفسه من المرض فهذا خير له من أن يمرض ثم يعالج نفسه. المحافظة على الصحة والحرص على السلامة وتجنب الوقوع في الأمراض أفضل من أن نلجأ بعد ذلك إلى أخذ إيش؟ العلاج. الآن أمامنا نخلة مرسومة كما ترون، أتأمل النخلة الغذائية الصحية ثم أكتب عند كل مجموعة اسمها. كما ترى هذه نخلة غذائية، في كل فرع من فروعها مجموعة من الأغذية. لازم تكون عارف هذه المجموعة إيش اسمها وإيش فايدتها. فمثلا عندنا مجموعة الزيوت، مجموعة السكريات، مجموعة الحليب ومشتقاته، مجموعة اللحوم، مجموعة الخضروات، مجموعة الفواكه، مجموعة الحبوب. هذه زي ما أنتم شايفين لازم تقرأ المعلومات الخاصة بكل واحدة منها، وتستزيد من المعرفة عن فوائد الحليب، فوائد الخضروات، اللحوم. دي بتمدنا بإيش؟ دي فايدتها للجسم، تبني عندي ماذا؟ تقوي عندي إيش؟ بناء العضلات يحتاج إلى ماذا؟ بناء العظام، الدم ونقاوته، الجهاز المناعي. إيش الحاجات اللي تقوي الجهاز المناعي؟ زي الخضروات والفواكه والحاجات هذه والحليب وما فيه من مواد مقوية ومفيدة جدا للجسم. كل الأغذية التي نتناولها يجب علينا جيدا أن نركز ونعرف أن الغذاء أيها الأبناء ليس بكثرته، يعني ما هو بإني أنا آكل كثير، لا، الغذاء عملية تنظيمية مرتبة ومنوعة. الغذاء الصحي لابد أن يشتمل على أنواع كثيرة ومتعددة ولو قليلة، ولكن لكل نوع من هذه الأنواع فائدة غذائية تفيد الجسم، تبني شيئا معينا. لابد أنك تقرأ هذه المعلومات وتحيط نفسك معرفة بإني إيش الكمية اللي المطلوب جسمي يحصل عليها من كل نوع من هذه الأنواع
في كل وجبة غذائية. ثانيا، بالتناول مع أفراد مجموعتي، بالتعاون مع أفراد مجموعتي أبين كيف أتصرف في المواقف الآتية. أحد الزملاء يتناول يوميا فطور غير صحي، وش أسوي معه؟ طبيعي أنصحه وأخبره بمضاره وأن عليه أن يتناول فطورا صحيا. طيب، إصابة شخص أمامي بإغماء، واحد قدامي جاله حالة إغماء، وش أسوي؟ أتصل بالإسعاف. أخ الصغير ابتلع قطعة معدنية، ماذا أفعل؟ أسرع بإخبار أمي وأبي. هذه طبعا مواقف يعني اجتماعية تعلمك كيف تتصرف في هذه المواقف كلها تتعلق بالغذاء. نسمع كثيرا أن خبز البر أفضل من الخبز الأبيض، ما صحة ذلك؟ الحقيقة هذا الكلام صحيح، لأن خبز البر غني بالألياف والعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين إي وفيتامين بي. ثالثا، تفكير إبداعي، إن السكريات والحلويات ليست ضارة دائما، ويحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة اللازمة للحركة والنشاط، لكن لابد من استهلاكها بشكل معقول لتجنب الآثار الضارة المترتبة على سوء استهلاكها. ومن الآثار الضارة للحلويات والسكريات تسوس الأسنان والسم والتأثير الضار للمواد المضافة، حيث يعد الكافيين من المواد المضافة التي تؤثر في الجهاز العصبي، إذ يسبب توترا وأرقا، كما يمكن أن يسرع ضربات القلب ويؤدي إلى كثير من المشكلات التي تؤثر سلبا في الصحة. بالتعاون مع أفراد مجموعتي أذكر الحلول الممكنة للاستفادة من الحلوى والحد من كثرة تناولها إذا كانت فيها أخطار زي كده. طيب، كيف إن إحنا نستفاد منها وفي نفس الوقت نقلل من تناولها؟ أول شيء نحدد أوقات مناسبة لتناول الحلوى، مثل مثلا بعد ما ناكل العشاء الغداء أو أي شيء نأخذ نسبة قليلة من الحلويات، نتناول بكميات معقولة، مو لازم تأكل طبق كبير، لا، كميات بسيطة. نوعي الآخرين، يعني نفهمهم أن هذه يعني تناولها بكثرة الإفراط يعني الزيادة يعني الإسراف في تناول الحلوى خطر. نحاول ما ناكل حلويات مصنعة، وإنما نعتمد على السكريات الطبيعية مثل العسل والفواكه والتمر، فدي حاجات طبيعية الله سبحانه وتعالى يعني خلقها، فنستطيع إن احنا نأكل منها بصورة مقننة كما يقول. طيب، بالتناول أيضا أو بالتعاون مع أفراد مجموعاتي ننظر إلى الصور الموجودة أمامنا ونرتب هذه الصور وفق الأحداث، زي ما أنتم شايفين مجموعة من الأصدقاء مع بعضهم بيحاولوا ان هم يعني في رحله بر، فلا بد ان احنا نراعي العمليه الصحيه في الطلعات هذه اللي بيكون فيها اكلات. لاحظ في الصوره مجموعه اصدقاء جالسين بيلعبوا، جد بينصحهم، بيجهزوا الاكل، بيغسلوا ايديهم، الاول واقفين مع بعض وواحد فيهم ماسك القطه، وبعدين واحد راح المستشفى. وفي الصورة الأخيرة كما ترى هذا الشاب الذي يأكل بشراهة. الموضوع كما ترى واضح جدا، أن الأطفال مع بعض واقفين بيتسولفوا، وإيش رأيكم نطلع طلعة؟ بس واحد فيهم يمسك القطة بيده. عندما قرروا إذا تناول وجبة وإعداد الطعام، هم مع بعض بيلعبوا الأطفال، الجد والأب بيجهزوا الأكل، الأطفال بيلعبوا، واحد فيهم يمسك القطة بيده، هم الآخرين لما استدعوا لتناول الطعام ذهب اثنان منهما وقام بغسل يديهما قبل الأكل، وهذه من سنن الإسلام، لكن الثالث اللي هو ماسك القطة لم يغسل يده معهم. في الصورة الرابعة بدأ الجميع تناول الطعام، فبالطبع اللي هو كان ماسك القطة أكل بدون أن يغسل يده، اللي هو الصورة الرابعة. في الصورة الخامسة ستجد أنهم ذهبوا إلى اللعب بعد تناول الطعام، لكن هذا الطفل الذي لم يغسل يديه قبل الأكل شعر بمغص وألم في بطنه نتيجة للتسمم، وبالتالي ذهبوا به إلى إيش؟ المستشفى. فالدكتور قال إنه حصل له تسمم نتيجة إن هو أكل قبل أو بدون أن يغسل يديه قبل الأكل، وإن يديه كان عليها بعض الجراثيم أو الميكروبات التي أدت إلى إصابته بمغص. في الصورة الأخيرة السابعة، الجد بينصحهم بضرورة غسل اليدين قبل الأكل وبعده. إذن
أستخلص من هذا الدرس أنه يجب علينا غسل أيدينا جيدا قبل تناول الطعام حتى لا نصاب بالأمراض. بهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية هذا اللقاء، إلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.